السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. موضوع فيديو النهاردة زغليل زاجل للبيع. معانا اهو الثلاث كراتين حطينا فوقهم الزغليل، هنفضيهم في السلاكة اللي معانا دي جزء جزء كده ونفرجوا عليهم ونقول لكم ايه شروط المزاد. هو المزاد زي كل مرة، شرط المزاد الاستلام في دمياط. طبعا اللي دخلوا معانا قبل كده عارفين شروط البيع، لكن احنا هنقول لهم ايه شروط تاني بعد ما نحط اول مجموعة في السلاكة او الحباسة دي. نبدأ على بركة الله. نبدأ على بركة الله المزاد دي المجموعة الاولى كلها اللون الاسود ده. زي ما قلنا قبل كده ان شروط المزاد اللي هو الاستلام في دمياط، طريقة البيع المزاد، بداية سعر المزاد هنقولها في اخر الفيديو او نص الفيديو، استنى معنا زي ما بنعمل كل مرة. لكن الشرط اللي احنا كنا بنقول ان احنا بنشترط ان انت تزود 5 جنيه، عشان كان في ناس بتغلط ونضطر نقول لهم ان انت خارج المزاد. لا، يزود زي ما انت عايز، زود 10 زود 20 زي ما انت عايز. احنا في النهاية هنشوف اعلى سعر وهنعطي هيرسى عليه المزاد. اللي عايز المجموعة على بعضها دول يا جماعة، دول 12 زغلول يعني 6 جواز. اللي عايزهم على بعضهم ماشي، اللي عايز منهم حاجة يكلمني، عايز جوزين، لكن طبعا هيبقى الافضلية للي عايزهم كلهم. احنا بنقول دايما ان احنا مش بنبيعها زغاليل صغيرة. انا عندي الزغاليل الصغيرة، لكن احنا دول يعني ممكن تقول عليهم شباب، في بعض منهم بيزوم، وحضرتك طبعا هتعرف الكلام ده من الريش، لكن طبعا عشان انا بصور لوحدي مش عارف امسك لك الزغلول. لكن اهم شرط عندنا يا جماعة اللي هو البيع من خلال تعليقات الفيديو، تعليقات الفيديو على اليوتيوب ومش على الفيسبوك ولا على الخاص. احنا ما بنبيعش على الخاص، يعني اللي يكتب لي تعليق على الخاص مش هنبيع له، لازم كل الناس يبقى شايفة احنا وصلنا لايه وبنبيع ازاي. والسعر طبعا انت اللي بتحدده. ونهاية المزاد زي ما قلنا، نهاية المزاد يوم الجمعة 19 يونيو، يعني الجمعة اللي جاية دي. واللي يفوز بالمزاد اللي هيكتب اعلى سعر طبعا في التعليقات، في تعليقات الفيديو اللي هو على اليوتيوب. طبعا هي المجموعة دي زي ما قلنا هنسمي المجموعة دي المجموعة رقم 1، يكتب السعر ويقول المجموعة رقم 1. لسه هنوريكم المجموعة رقم 2. زي ما اتفقنا ممنوع البيع خاص، احنا بنبيع العام، كل الناس اللي بتشوف القناة ومتابعة القناة هي تبقى عارفة مين اللي هيرسى عليه المزاد البيع. وزي ما قلنا اللي عايز جوز، اللي عايز جوزين ما هنقولوش لا، طالما مفيش حد طلب المجموعة على بعضها، لكن طبعا هيبقى الافضلية للي يطلب المجموعة على بعضها. واللي هياخد المجموعتين على بعضهم، اللي هيطلب المجموعتين على بعضهم هيبقى له هدية عندنا. نشوف الهدية بتاعت المجموعتين هتبقى ايه في نهاية الفيديو بعد ما نشوف المجموعتين مع بعض. طبعا هي زغاليل كبيرة. تقريبا اقل عمر حوالي 1.5 شهر اقل عمر في الزغاليل دي، واكتر عمر يمكن يزيد عن 2.5 شهر. يعني هتسمع فيهم الصوت اللي هو الكاتم، صوته بيزوم، يعني فيهم شبابات. اقل شيء اللي هو عمر 1.5 شهر. زي ما قلنا نقول لكم بقى على المفاجأة اللي هي الهدية اللي هياخد المجموعتين على بعض.
اللي هياخد المجموعتين على بعض هياخد الاربع زغليل دول عليهم هدية. هم دول هدية للي هيشتري المجموعة على بعضها. فاضل نوريكم بعد ما شفنا ال 12 زغلول دول فاضل 10 زغليل، يعني هو اللي هيشتري هيدفع ثمن المجموعة على بعضها، هيشتري 22 زغلول يعني 11 جوز، واللي هيكتب تعليق يكتب سعر الجوز كذا اللي هو هيحدده. هنقول لك ازاي سعر الجوز، احنا هنبدأ وليكن بخمسين جنيه سعر الجوز، يكتب 50 جنيه سعر الجوز، يزود، عايز يزود 5 يزود 10 يزود زي ما يزود، المهم هو شايف مصلحته اللي هو من خلال التعليقات. تشوف اخر تعليق كام وتزود عنه اقل حاجة 5 10 20 زي ما انت عاوز على حسب مصلحتك، انت اللي بتشتري، انت اللي هتحدد السعر اللي انت هتشتري بيه. دول الهدية يا جماعة، الجوزين الهدية. فاضل 10 زغليل هنشوفهم مع بعض. ده زغلول، وهنجيب لكم صورة من الاهالي، الاب او الام، اهالي الزغليل اللون الاسود ده، والالوان التانية برضو تبقى معنا. بداية سعر المزاد 50 جنيه. لو سمحت قبل ما نعرض المجموعة التانية تنزل تحت تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من المشاهدين. دي طبعا الهدية اللي هم الجوزين للي هياخد المجموعتين، يعني اللي هيشتري المجموعتين. انا بتكلم الكلام ده على بال ما تعمل لايك، ما تكسلش، لايك مش هيخسرك حاجة لكن هيرفع الفيديو وهيفيد القناة جدا. دول الاربع زغليل الهدية اللي انت لو اشتريت المجموعة على بعضها اللي هم 22 زغلول يعني 11 جوز، 11 جوز هتاخد عليهم الاربعة دول يبقى معاك 13 جوز. احسن حاجة تقدر تبدأ بها غية جديدة، لو عايز تطير هتطير، لو عايز تربيهم تاكل من زغللهم، ما شاء الله زغلول الزاجل بيطلع زغلول حجم كويس جدا، تقدر تاكل منهم، تقدر تطير منهم، تقدر تدخل بهم سباق. الناس اللي بتخش الغاوية الحمام الزاجل ينفع كمان للمسافات ده. يبقى معاك 26 زغلول. نرجع للمجموعة التانية، دي المجموعة التانية 10 زغليل. طبعا دي الالوان دي مختلفة عن الاسود، مفيش فيهم الاسود، احنا قصدنا كده علشان اللي عايز يقول المجموعة التانية. طبعا في ناس طالبة كتير اللون الاسود، في ناس طالبة اللون الازرق، لكن هو مفيش من ده غير الجوز ده بس، فاحنا حطيناهم مع اللون الازرق. هنشوف يا جماعة، هم مش زغليل زي ما بقول لحضراتكم، من صوتهم هتسمع صوت الزغلول كاتم، الزغلول بيزوم، هو مش زغلول، هو شبابات زي ما قلنا اهو حضراتكم. فكركوا تاني تعمل لايك للفيديو واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس عشان دايما يوصلك كل الفيديوهات. في النهاية هفكركوا تاني بشروط المزاد. المزاد هنبدأ السعر بخمسين جنيه زي ما بنعمل كل مرة، وزود زي ما انت عايز. الشرط اللي احنا اتنزلنا عنه ان انت مش هتزود بالخمسة جنيه، زود بالخمسة زود بالعشرة زي ما انت عاوز، لكن الشرط الاساسي ان انت تكتب السعر في تعليقات الفيديو على اليوتيوب، مش على الفيسبوك، مش على الخاص ولا على تعليق الفيديو المنشور على الفيسبوك. ومحدش يكتب السعر هنا، احنا ما بنبيعش على الفيسبوك، احنا بنبيع من خلال القناة في تعليقات اليوتيوب علشان كل الناس تبقى شايفة مين اللي رسى عليه المزاد. وزي ما قلنا نقول مرة تانية، عايز جوز عايز اثنين هتقول لي من المجموعة الاولى او من المجموعة التانية، انا اجيب لك المجموعة تختار منها اللي انت محتاجه. واللي هياخد المجموعتين على بعض ليه الجوزين اللي احنا قلنا عليه الهدية، الهدية من القناة لمشترك القناة فقط يا جماعة، لازم يكون مشترك في القناة اللي ياخد الهدية.
تاني هنوريكم اللي هي الزغاليل الهدية. دي الزغاليل يا جماعة، دي الزغاليل اللي الناس بتباها زغاليل اهو، دي دايما الناس بتباها دي الزغاليل، لكن انا بباها دي تعتبر شباب هتوفر عليك كتير جدا. دي الزغاليل الناس بتباها الزغاليل في الاحجام دي، لكن دول احنا هنعملهم هدية للي هيشتري المجموعة على بعضها، وربنا يبارك لصاحب النصيب. بسم الله ما شاء الله، زي بيزوم اهو الزغلول بيزوم، او الشباب ما شاء الله وقفة الزغلول او وقفة الفرد. بسم الله ما شاء الله، زاجل يعني محترم. بسم الله ما شاء الله، بيزوم اهو صوته طالع. وبرضو هنسيب لكم صور من صورة الاهالي في الفيديو. طيب عشان ما اطلش عليكم، لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.